كان حداك ماشي اش عندك الكلب تا اش يا اخي الواري يدخل وين تسد عليك الباب لا تبغيها تحل ما طاجين كاع زعما راه سدوا ليهم الحيوط خلاو ليهم النص راه داك يدخلوا منهم لا لا هاكا سير حتى علاش غنمشي انا هاك حيد الكوار تنش حيد لا لا حدينا ايه سير حي سير طريح سير لي سير دخل مجموعين جو مجموعين واعرين هاد العجب يوقع هنا العجب العجاب اذا مشاهدي قناه شوف تي في مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من قلب يعني احد اشهر وارقى الاحياء بمدينه الدار البيضاء فيلا مهجوره صال مولاها توفى وبقات يعني المساحه ديالها كبيره كيستغلوها المتشردين وكيستغلوها يعني الناس اللي هما كيشكلوا خطر بكل صدق لانهم كيتعاطوا الكحول وكيتعاطوا المخدرات وساكنين هنا كاين بنات كاين دراري دايرين ساروت ما فهمتش انا منين جاهم الساروت ديال هذا الباب هذا يعني احنا كنا تلاقينا بالسلطات كانوا واقفين هنايا ما ممنوع دخلوا ممنوع ما نعرف شنو حبسونا احنا باش باش ما نصوروش على اساس ان هاد الفيلا غيدار لها حل ولكن فين هو هاد الحل مادام هاد الفيلا باقا كتحل وكيدخلوا ليها الناس كتشكى الساكنه اللي اونفاس لان الناس راه كتسمع الغوات كتسمع الصداع الكلاب هنايا كاينه الشرسه مدخلينا معاهم باش كتحميهم هاد الشيء خطير ما عرفناش فين هما الورثه اللي مخلين هاد الفيلا هكا كتضيع راه عاد دوينا على هادشي اليوم نهار كله حنا كندويو على هاد البلايص اللي كنديرو فين كيتخباو فيهم المجرمين وفين كيتخباو فيهم الهاربين والفارين من العداله وفين كيتخباو فيهم الناس اللي بغاو يعقروا الخمر واللي بغاو يديروا المخدرات هنا راه العجب يقدر يوقع هنا يدخلوا البنات يغتصبوهم ما عرف شنو يوقع هنا وحتى واحد ما يسيق الاخبار بطبيعة الحال هذا الدور ديال السلطه هنايا خصهم يجيو يديروا حل لهاد الفيلا ولا يديروا على عساس ولا عساس اللي يحضيها راه ما فيها باس يجيو مره يديروا حمله ويدخلوا هنا بعد الحال واحد الحملات مشيطيه يشوفوا شكون هنا اللي يديو المراكز حماية الطفولة يديو اللي يديو لعائلته يديو اللي يشوفوا راه ما يمكنش اللي يشوفوا لي روشيرشي يشوفوا لي هادشي راه كارثه اذا مشاهدي قناه شوف تي في خصنا معكم البث المباشر من مدينه الدار البيضاء من قلب احدى الفيلات احد الاحياء الراقيه وغنقول لكم الى اللقاء في بث اخر باذن الله ها هو السيكتور فيلات السيكتور ديال الفيلات صافي بس